فليتسلم الشهادة التقديرية والكأس لفوزه بهذه المسابقة. يسلم الشهادة والكأس السيد رشيد رقراق عضو المجلس الجمعي للعرائش، فليتفضل مشكورا سي رشيد رقراق. جمعية عبد العزيز المسي تفوز بالمرتبة الثانية في مسابقة الصيد بالقصبة. كان يوما رائعا يوم أمس على هذه الصفات القيمة، وكنتمنى نكون عند حسن الظن من أجل ارتقاء هذا القطاع الصعيد ديال المدينة إلى ما هو مطلوب. شكرا.